بريزينا تتوسط هذه المدينة إقليمين متميزين هما إقليم الأطلس الصحراوي وإقليم الصحراء الكبرى، وبهذا تعتبر منطقة التحول من السهوب إلى الصحراء. أما الحدود الإدارية فهي تقع إلى الجنوب من مركز ولاية البيض بمسافة 85 كيلومتر. تتمركز بريزينا على السفح الجنوبي للأطلس الصحراوي وتعتمد على منحدر ذو ميل قوي بقدم الجبل، وهي مطوقة من الجنوب بنخيل الواحة بالمنعطف الكبير لوادي صقر. أما من الغرب فبالإضافة إلى الوادي يوجد القور التي تحد من التوسع العمراني. أما من الشمال فتحدها حدود طبيعية متمثلة في أراضي متضرسة. بريزينا حسب شيوخ المنطقة لم تكن سوى بيت معزول مسكون من طرف امرأة معروفة بالكرم وحسن الضيافة، وكانت على النموذج القصوري ذو النمط الزراعي الرعوي، وسميت بهذا الاسم أي بريزينا نظرا لمراعيها الخصبة وموضعها الخلاب وواحتها الجميلة، بالإضافة إلى المناظر الصحراوية من كثبان رملية وأحمد وغيرها. وهذا ما نلاحظه في تركيب اسم المدينة، فكلمة بريزينا تتركب من كلمتين: بر وتعني المجال، وزينة وتعني الجمال أي جمال المجال. يتداول سكان المنطقة فرضية أخرى مفادها أن بريزينا هي اختصار لجملة مركبة: بر الإبل سينا، نسبة إلى مكان تواجد الإبل التي تميزت بالمنطقة. أما اسم بريزينا مربوط بعهد من عهد سيدنا سيدي عبد القادر بن محمد ست شيخ، ما يدعى ست شيخ، بر الزينة، بر الإبل الزينة. عبر العصور جات الكلمة طويلة حايدوا الإبل، ولا يقولوا قي بر الزينة، لأن الزينة هي الإبل. وبريزينة هذه السكان من تاعها من 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 وجهين الرحل وأهل المدينة. الرواية الشعبية تحتفظ باسم بنت الخس واسمها مباركة، وهي أميرة هلالية من بني عامر. كان أبوها أميرا شهما مطاعا ذو شأن عظيم بين أوساط قبيلته، وقد كانت ابنته ملازمة له في حياته منذ نعومة أظافرها، حيث تعلمت منه الكثير من أمور الحياة. وعند بلوغه الكبر سلم مقاليد إمارته لابنته، وبالرغم من طبيعة القبائل العربية البدوية التي تقوم على سيادة الرجل، فإن حالة الاستثناء هاته توحي بما كانت الأميرة تحظى به من احترام واهتمام كبير من طرف أفراد قبيلتها لفطانتها الخارقة وعلمها بأمور الحياة، حيث تركت تراثا عظيما لا يزال يتذكره الأحفاد ويرويه الأجداد على مر الزمن جيلا بعد جيل. تروي الحكايات الشعبية في غالبيتها أن مباركة بنت الخس تكون قد عاشت ما بين القرنين الرابع عشر والخامس عشر للميلاد، نظرا لأن بنت الخس قد تم محاصرة حصنها الشهير الموجود بمنطقة بريزينا، بالتحديد في منطقة القور، من قبل السلطان لكحل وهو حاكم منطقة رباوات. تمتد حدود إمارة بنت الخس من منطقة رباوات شمالا إلى مدينة المنيعة جنوبا، وشرقا على منطقة العمور، وغربا إلى حدود الوادي الغربي مع حدود إقليم توات، حيث يمكن الجزم أن إمارة بنت الخس لم تكن ذات نمط عمراني بل اجتماعي بدوي بحت، حيث نصادف وجود آثار هي في حقيقة الأمر عبارة عن حصون لها استراتيجية دفاعية. الخصائص الطبيعية للمنطقة أهلت بريزينا لأن تصنف ضمن المناطق الرعوية والفلاحية. إنجاز سد بريزينا أهمها على الإطلاق، إذ أضحى موردا للمياه وفضاء للترويح عن النفس يلجأ إليه الأفراد والعائلات للتمتع بمياهه والأجواء المحيطة به. هذه هي إذن بريزينا التي لا يزال سكانها يتطلعون إلى تسويق هذا المنتوج الطبيعي السياحي إلى من حرم من التمتع بجمال قصرها الضارب جذوره في التاريخ وتضاريسها المميزة وطيبة وكرم وبساطة أهلها.